السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا في شرح جديد في هذا اليوم الجديد. اليوم بإذن الله تعالى معنا شرح لموقع بيليكوم. هذا الموقع هو تابع لعملة على الماركت كاب، وهذه العملة اسمها بيلا بيلا. حاليا سعرها 0.027 سنت لكل قطعة منها. هذه العملة متداولة على منصة المترو اكس ومنصة الكوين اكتشانج. طبعا هذه العملة لديها موقع كما قلنا لكم، موقع بيليكوم. موقع بيليكوم، ما هو موقع بيليكوم؟ موقع بيليكوم عبارة عن منصة مثل منصات الفيسبوك، تقوم بنشر منشورات، وكل منشور إذا حصلت على إعجاب ستحصل على المال. أولا عندما تقوم بالتسجيل في الموقع ستحصل على اثنان سنت دولار مجانا بدون أن تفعل شيء. أيضا أخي، إذا قمت بنشر الصور الخاصة بك ومنشورات ستحصل على كل إعجاب، في كل صورة حصلت على إعجاب ستحصل على 0.05 سنت، أي كل 20 إعجاب حوالي دولار واحد. سأريكم إثبات سحب ب30 دولار، وأيضا كيف حصلت على 5 دولار من الموقع مجانا بدون فعل أي شيء من الاستثمار أو ما إلى ذلك. أولا سنريكم طريقة التسجيل. طبعا نقوم اولا بالتسجيل بالايميل، وضع الايميل الخاص بك هنا، ثم اليوزر نيم الخاص بك اي اسم خاص بك، ثم كلمة المرور اي كلمة مرور خاصة بك، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على ساجن اب. طبعا اذا قمت بالضغط على ساجن اب ستظهر لك مثل هذا، ستقوم بحل الكابتشا، وهكذا قمت بالتسجيل. ولكن أخي الكريم، يجب أن تذهب إلى الإيميل الخاص بك لتقوم بتفعيل الموقع. إذا لم تقوم بتفعيل الإيميل من الموقع من الإيميل الخاص بك، ستجد رسالة الإيميل في الرسائل الأساسية أو في السبام، الرسائل الغير مرغوب فيها. لذلك يجب تفعيل الإيميل أو الموقع من الإيميل حتى تقدر على سحب أموالك وتحصل على ميزات الموقع. أما الآن فسنقوم بتسجيل الدخول. سأضع الاسم الخاص بي ثم تسجيل الدخول إلى الموقع. وهكذا قمنا بتسجيل الدخول إلى الموقع. كما ترون أمامكم، أنا الآن لدي 5.5 دولار. لدي 5.5 دولار. طبعا قمت بنشر 26 منشور فقط. كيفية نشر المنشور؟ طبعا كما ترون هذا أمامكم مثل الفيسبوك بالضبط. هنا تقوم بنشر أي صورة خاصة بك، أي صورة، وتقوم بالكتابة. طبعا من الاستراتيجيات التي سأعطيكم هي أنك تقوم بعمل أي هاشتاج، مثلا هاشتاج من هنا تجيب من الترند هاشتاج بيليكوم، هاشتاج بيلا، من هنا تقوم تجيب الهاشتاجات المنشورة أو المشهورة جدا. تقوم بوضع الهاشتاج، ثم بعدما تقوم بوضع الهاشتاج تقوم بكتابة أي شيء تريده في المنشور الخاص بك، وتقوم بعمل نشر. طبعا أنا لدي الآن حوالي 18 متابع، كما سأريكم الآن 18 متابع. سأريكم الآن كما هو أمامكم هؤلاء المتابعين الخاصين بي. كيف قمت بجلب هؤلاء المتابعين؟ عن طريق نشر منشورات. ما هذه المنشورات؟ منشورات مختلفة تتعلق بالعملات الإلكترونية، تتعلق ب حتى أني قمت عن الإسلام، عن أي منشورات خاصة تجذب الناس والأجانب
إلى قراءتها وإلى الإعجاب بها. كل إعجاب كما قلت لكم ستحصل على المال، وكل 20 إعجاب ستحصل على 1 دولار. وكما أريتكم أن لدي الآن حوالي 5.5 دولار، وهذا إثبات سحب، هذا إثبات سحب من الموقع بقي 1500 قطعة بقيمة 20 دولار. كما ترون هذا بإثبات سحب إلى من الموقع إلى منصة المايثر والت، قم بإرسالها أي حوالي 30 دولار. لو قمنا الآن بضرب هذا 1050 قطعة في أو ألف أي نعم 1050 قطعة تساوي 28 دولار. 28 دولار، وهنا لدي 5 دولار من الموقع مجانا. فهذا الموقع فكرته بسيطة جدا، وموقع صادق مضمون، لا يحتاج إلى إلا أنك أن تسجل في الموقع، تقوم بتفعيل الإيميل أو الموقع من الإيميل الخاص بك، مهم جدا. وأيضا أيضا تقوم إذا تريد أن تحصل على ميزات أكثر، تقوم تفعيل الموقع من بالرقم الخاص بك، وهذا طبعا راجع لك هل تريد ذلك أم لا. فعلى كل تقوم بتسجيل في الموقع وستحصل على المزيد من الأموال، و5 دولار ستربحها بكل سهولة، يعني كأن الموقع يعطيها لك مجانا، 5 دولار أو 10 دولار كأن الموقع سيعطيها لك مجانا، لكن الموقع يريدك أن تعمل عليه وأن تقوم بنشر هذا الموقع بين أصدقائك. طبعا طريقة السحب تأتي من هنا، تضغط على كلمة withdraw، وهكذا بعد ضغط على كلمة withdraw ستظهر لكم هذه الواجهة. كما ترون أنا لدي 200 قطعة بحوالي 5.45 دولار. تقوم بالذهاب إلى منصة المترو إكس، هذه المنصة، وتقوم بالتسجيل فيها، ثم تجلب رابط محفظة البيليكم، تقوم بجلب رابط محفظة هذه العملة، تقوم بالبحث عن هذه العملة في المنصة، تقوم بجلب المحفظة، ثم تقوم بلصقها، وضعها في هذا المكان، تقوم بوضعها في هذا المكان، ثم تضغط كم الكمية التي تريد سحبها، مثلا 200، سيقوم بقطع عمولة، ثم تضغط على submit، ثم تضغط على كلمة submit، وهكذا أنت قمت بإرسال الأموال إلى منصة الماتريكس. تنتظر يومان ثم تصلك العملة إلى المنصة، وتقوم ببيعها بيتكوين وتحويل دولار لتكوين إثيريوم أي عملة تريدها بعد ذلك، وهكذا ربحت من الموقع بدون أي شيء. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.